أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين.
إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مؤمنون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، في حصة هذا اليوم نتناول الثمن الثاني من الربع الأول في الحزب 39 في المصحف الكريم، ابتداء من قوله تعالى: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون، إلى قوله تعالى: إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. بعد أن عرض كتاب الله إلى وحدانيته وقدرته وحكمته البارزة في الأنفس والآفاق في الآيات الخمس الأخيرة من الحصة الماضية، واعتقب كل واحد منها قوله أإله مع الله على سبيل التوكيد والتقرير لأنه لا إله إلا هو الحق المبين، يلاحظ أن كتاب الله ختم كل دليل بما يناسبه، فختم الدليل الأول بقوله: بل هم قوم يعدلون. يعدلون أي يعدلون عن عبادة الله أو يعدلون به غيره مما هو مخلوق مخترع. وختم الدليل الثاني بقوله: بل أكثرهم لا يعلمون، إشارة إلى أن البعض من الناس يعلم ذلك ويفكر فيه. وختم الدليل الثالث بقوله: قليلا ما تذكرون، إشارة إلى توالي النسيان على الإنسان إذ ينسى ما كان يدعو إليه من قبل وينسى فضل الله عليه. وختم الدليل الرابع بقوله: تعالى الله عما يشركون، إذ كانت الأصنام والأوثان التي يعبدونها ويشركون بالله لا تهديهم في بر ولا بحر ولا ترسل ريحا طيبة ولا تنزل غيثا نافعا. وختم الدليل الخامس بخاتمة تنتظم مجموعة الدلائل، حيث خاطب المشركين والكافرين وكافة الجاحدين والمعاندين في كل حين متحديا إياهم مطالبا لهم بالحجة والبرهان والكف عن التخريف والهذيان. قل هاتوا برهانكم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ثم أعرب كتاب الله عن إحدى العقائد الأساسية في ملة التوحيد، ألا وهي انفراد الحق سبحانه وتعالى بعلم الغيب. قل لا من في السماوات والأرض الغيب إلا الله إلا الله، على غرار قوله تعالى في آية أخرى: وعنده مفاتح الغيب، عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ومن ذلك انفراده وحده بعلم وقت الساعة المحدود وما يصاحبها من حشر ونشر وعرض وحساب وثواب وعقاب لا يجليها لوقتها إلا هو، وما يشعرون أيان يبعثون. ولفظ أيان أيان هنا بمعنى متى، وهي مركبة من أي والآن
وهو الوقت، أي لا يعرفون متى تقوم الساعة ولا متى يبعثون. وعن هذه الآية تفرع قوله تعالى في بداية هذا التمن: بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون، إشارة إلى أن المشركين والكافرين والجاحدين في كل عصر اختلط عليهم الحابل بالنابل في شأن النشأة الأخرى والحياة الآخرة، وكثر منهم الخوض فيها دون جدوى، وطال جدالهم في أمرها دون علم، فنفاها بعضهم وشك فيها بعضهم واستبعدها بعضهم. والعلم هنا بل ادارك علمهم بمعنى الحكم والقول، أي تتابع منهم القول والحكم في شأن الآخرة دون الوصول إلى نتيجة. وأصل الدارك دارك تدارك، أدغمت الدال في التاء وجيء بألف الوصل. وإنما تكرر في هذه الآية لفظ بل وهو للإضراب 3 مرات: بل دارك علمهم، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. إنما تكرر لفظ بل 3 مرات تبعا لتقلب أحوالهم وتناقض مواقفهم ودرجات عنادهم وحيرتهم الناشئة عن الشرك والكفر والجحود. وبعد أن وصف كتاب الله حيرتهم البالغة، ردد ما تناقلت الأجيال في كل عصر عن هذا الصنف الحائر السخيف، فقال تعالى حكاية عنهم: وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون، لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل، إن هذا إلا أساطير الأولين. وقال تعالى في نفس السياق حكاية عنهم أيضا: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. والغريب في الأمر أن مزاعمهم تكاد تأتي بنفس الصيغة ونفس المعنى رغما عن تباعد العصور، ويغلب عليها طابع السطحية والسذاجة والتقليد الأعمى، كأن من أبدع النشأة الأولى عاجز عن إبداع النشأة الثانية، لا أنه الخالق الذي يبدئ ويعيد والقادر على أن يأتي بخلق جديد، أو كأن عمر النوع الإنساني على وجه الأرض يقف عند حد عمرهم وعمر آبائهم ولا يمتد وراء ذلك، أو كأن عمر النوع الإنساني كله منذ ظهوره على سطح الأرض إلى أن يادن الله بانقراضه يعتبر أمدا بعيدا، بينما هو بالنسبة للأرض نفسها فضلا عن بقية الأكوان المنتشرة في الملأ الأعلى يعد أمدا قصيرا إلى أقصى الحدود. ولذلك كان الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يقربون لأقوامهم أمر البعث مبالغة في التحذير: وكل آت قريب. ودعا كتاب الله رسوله الأمين إلى أن يحض الناس مهم وكافرهم على التجول في أرض الله للتأمل والاعتبار، حتى تحدثهم عن مصارع الذين أجرموا بأصح الأخبار. وذلك قوله تعالى: قل سيروا في الأرض، سيروا في الأرض فانظروا، فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. ونظرا لأن خاتم النبيين والمرسلين أرسله الله رحمة للعالمين، فقد كان عليه الصلاة والسلام يحرص أشد الحرص على إنقاذ البشر من ضلال، رغما عما يتحمله في سبيل ذلك من المتاعب والأهوال.
وها هو كتاب الله يفرج عنه كربتهم ويخفف وطأتهم، فيخاطبه قائلا: ولا تحزن عليهم، ولا تحزن عليهم، ولا تكن في ضيق مما يمكرون. وحيث أن أعداء الحق من المشركين والمنافقين واليهود على عهد الرسالة كانوا لا ينقطعون عن الكيد الإسلامي والمسلمين والمكر بهم سرا وعلنا، كما تشير إليه الآية السابقة: ولا تكن في ضيق مما يمكرون، مما يمكرون. ها هو كتاب الله يبشر رسوله بأن عاقبة مكرهم واقعة عليهم وآتية لا ريب فيها، ويدعوه إلى تبشيرهم بقرب حلولها ونزولها بساحته، إذ يخاطبه قائلا: قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. وسيأتي في سورة فاطر المكية قوله تعالى مؤكدا لهذا المعنى: والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. وقوله تعالى في نفس السورة: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ومعنى ردف لكم، ردف لكم اقترب لكم ودنا منكم، وهو من ردف الشيء شيئا إذا تبعه وجاء من بعده. وإمعانا في تسلية الرسول الأعظم وتهدئة روعه من كيد الكائدين ومكر الماكرين، ذكره كتاب الله بأن جحود الكثرة الساحقة من الناس لنعم الله المتواصلة وإعراضهم عنها وعدم قيامهم بحق شكرها لن يحول دون استمرار مدده، إذ هو الرحمن الرحيم والغني الكريم. فما على رسوله الأمين إلا أن يواصل أداء رسالته إلى الناس كافة، شكروا أم كفروا، أخلصوا أم مكروا. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون، وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. ويؤكد هذا المعنى قوله تعالى فيما سبق من سورة الإسراء: من كان يريد العاجلة، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. ومعنى ما تكن صدورهم ما تخفيه القلوب التي في الصدور، من أكن الشيء إذا أخفاه، قال جار الله الزمخشري، يعني أنه يعلم ما يخفون وما يعلنون من عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكايدهم، وهو معاقبهم على ذلك بما يستوجبونه. وقال أبو حيان: أسند كتاب الله الإعلان في هذه الآية إلى ذواتهم، لأن الإعلان من أفعال الجوارح وما يعلنون، ولما كان المضمر في الصدر وهو ما ينطوي عليه القلب هو الداعي لما يظهر على الجوارح والسبب في إظهاره، قدم الإكنان على الإعلان، فقال تعالى: ما تكن صدورهم، ثم قال: وما يعلنون. وهذه إحدى لطائف التفسير. وبعد أن كشف كتاب الله الستار عن أعداء الإسلام وأكد أن الله يعلم سرهم ونجواهم
ولا يلتبس عليه حال من أحوالهم. عمم القول بأن الله تعالى يعلم كل المغيبات، لا يخفى عليه منها شيء، لا في الأرض ولا في السماء، وأن ما قد ينكشف منها للخلق لا ينكشف ويبرز إلى الوجود إلا في وقته المحدود. فقال تعالى: وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. قال ابن شجرة: المراد بالغائبة، وما من غائبة، المراد بالغائبة هنا جميع ما أخفى الله تعالى عن خلقه وغيبه عنه، وهذا أمر عام. ولما كان من الأمر الثابت في القديم والحديث ما تعرضت له كتب اليهود والنصارى المقدسة من تبديل وتغيير وتحريف وتزوير، وحمى الله من ذلك كله كتابه الكريم والذكر الحكيم، إذ تعهد بحفظه وبأنه لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، جعل هذا الكتاب الإلهي المحفوظ حكما على الكتب الأخرى ورقيبا عليها، يبين لأهلها الحق من الباطل والحالية من العاطل، ويفصل بينهم فيما اختلفوا فيه. فقال تعالى فيما سبق من سورة المائدة: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. وقال هنا في سورة النمل التي قص فيها على نبيه عدة قصص لها علاقة وثيقة بتاريخ بني إسرائيل وكتبهم المحرفة: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. كما قال تعالى في مطلع هذه السورة قبل أن يشرع في قصة موسى: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، إذ قال موسى لأهله الآيات. وكما قال تعالى في سورة المائدة بعد التصريح بهيمنة القرآن على غيره من الكتب السابقة: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. قال هنا أيضا في سورة النمل: إن ربك يقضي بينهم بحكمه. إن ربك يقضي بينهم بحكمه. ولما كان القضاء المفهوم من قوله تعالى يقضي بينهم بحكمه يقتضي العلم بما يحكم به وتنفيذ ما يقضى به، جاءت عقبه الصفتان الملائمتان لذلك، وهما صفة العلم للوصول إلى معرفة الحكم، وصفة العزة التي هي الغلبة والقدرة للتمكن من تنفيذه. فقال تعالى في نفس السياق: وهو العزيز العليم. وهو العزيز العليم. وإمدادا للرسول الأعظم بمدد إلهي جديد، وهو في خضم المعركة مع قوى الشرك والإلحاد والشر والفساد، وتثبيتا لفؤاده حتى يتخطى جميع العقبات والمزالق، وجه إليه كتاب الله هذا الخطاب الرقيق الرفيق: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. ومن كان الله له نصيرا وعليه وكيلا لم ينل منه العدو كثيرا ولا قليلا. قال جار الله الزمخشري وعلل التوكل بأنه على الحق الأبلج،
الذي لا يتعلق به الشك والظن، وفيه بيان أن صاحب الحق حقيق بالوثوق بصنع الله وبنصرته، وأن مثله لا يخذل، والعاقبة للمتقين. وليريح الله ضمير رسوله من العناء الكبير الذي يلاقيه ممن طبع الله على قلوبهم عندما لا يستجيبون لله ورسوله، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، ويرفع عنه كل مسؤولية في عدم استجابتهم بعد بذل الجهد البالغ في أداء الأمانة. خاطبه قائلا: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. فمن كان ميت القلب أصم الأذن أعمى البصر والبصيرة، لا شفاء له من دائه العياء، ولا أمل في هدايته ولا رجاء. إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. وعلى العكس من ذلك، من كان حريصا على كشف حقيقة ذاته والتعرف على جوهر إنسانيته وإدراك دوره في الحياة ورسالته، فإنه لا محالة يفتح قلبه وعقله للتأمل والنظر، ويفتح أذنه وعينه لاستيعاب كل ما يسمعه أو يراه من المثلات والعبر، فينقاد للحق الذي طالما بحث عنه وسعى إليه بمجرد ما يكتشفه ويعثر عليه. وعلى مثل هذا الصنف من الناس يصدق قوله تعالى في ختام هذه الحصة: إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون.